الوصل بين القطاعات واستفادة من الخبرات. وأعتذر إن أطلت ربما. المطلوب منا حنا ان هذه الخطوه باش نحولوا الحرفيين تاعنا يصبحوا صناعيين ويدخلوا في مجال الصناعه، هذا التوجه الاول. السياحه نتكلموا على صناعه سياحيه، فنحن نلتقي معهم في اطار مفهوم الصناعه. وعلى هذا الاساس الخطوه القادمه ان شاء الله من خلال ربما نديروا اتفاقيه اطار بين الوزارتين، تشمل الصناعه التقليديه السياحه والصناعة التقليدية، لنستفيد من كل الكفاءات والقدرات اللي يمتلكها قطاع الصناعة. الهدف من هذه الاتفاقية هو أن تكون تبادل خبرات، لأن مجال القطاع الصناعة التقليدية ربما اليدوية ولا الحرفية أحسن، هو مجال يسخر بطاقة بشرية ممتازة ربما لا تنتظر إلا الوقت المواتي والوسائل اللازمة للتعبير عن كفاءاتها، وبالتعامل المنسق بين القطاعين سوف نتحصل ربما على هذه الديناميكية الجديدة، حتى نسمح للمليون شخص الذي يعمل في القطاع أن يعبر حقيقة عن كمونه ويعطي للبلاد ما تنتظره من خيرات.